عندنا نجيبوا الخيار نميكسيوه مع النعناع مع شويه ماء يخرج لنا هذا الخليط. فوالا نصفيوه نجيبوا الصفايه نصفيوه يعني احنا نسحقوا غير الجو تاعو ما نسحقوش فوالا هكذا هي نصفيوه. من بعد كي تصفيه واش ديري له اسمه؟ فوالا هذا باسكو نسحقوه دونك من بعد كي نصفيوه نحطوه فوق النار على نار هاديه مع مغرفه تاع لا مايزينا. فوالا هكذايا ونقعد نحرك باش نتحصلوا على كريمه هكذايا. خلي حتى يعقد. فوالا دوك يعقد حنا ما بيد ما يعقد نروحوا للوصفه الثانيه. هذه الوصفه الثانيه قبل ما نديروا السواد تحت العينين وقبل ما نديروا هذيك لا كريم تاع الانتفاخ تحت العينين والسواد تحت العينين نديروا ام تي غوماج. هذا الغوماج هذا ما نرموهش، هذا البقايا تاع اللي صفيناه تاع الخيار والنعناع والماء ما نرموهش، نزيدوا له مغرفه سكر ونزيدوا له زيت زيتون نتحصلوا على مقشر. هذا بزاف مليح لان نعرفوا باللي الخيار بزاف مليح يبيض ينحي حتى الهالات السوداء ينحي الانتفاخ وكذلك يبيض المناطق اللي فيهم السواد مثل الرقبه مثل فوالا اي حاجه يعني. ينحي الدباغ فوالا هكذايا ونديروه هكذايا ونخلوه 20 دقيقه هكذا بهذه الطريقه نخلوه 20 دقيقه حتى يبس ونبداو نقشروا. فوالا هذه هي المقشر. دوكا نروحوا للكريمه. الكريمه تاعنا راهي بدات تعقد خلاص هي عقدت سي بون كامل هكذايا دونك هنا غير تعقد اكيد تشوفي هاي ليك خطرت فوالا خطرت هاي ليك فوالا ها بعد ما خطرت الكريمه تاعنا هاي ليك هاي ولات كومين بوماد صح هايليك ها دونك هنا واش نزيدوا لها؟ نجيبوا ديجا درناها في المواضيع الاخرى لو كان يشوفونا سوغ يوتيوب. ايه هذه درناها ديجا فوالا زريعه الكتان نغلوها مع شويه ماء. زريعه الكتان فوالا نغلوها مع شويه ماء تطلق تولي لنا هكذا كوم ان جيل. هنايا واش نزيدوا نديروا؟ نزيدوا نديروا شويه هذا الجيل فوالا هكذا وباش للاحتفال باش تقعد لنا شهر نزيدوا زيت اللوز ولا زيت نيمبورت كيل زيت اللي متواجد في الدار أوكي. باش تقعد لنا. شحال خطره يديروها اسما في يديروها كل يوم كل يوم في الليل. هذه بوماده ما يغسلوش كامل وجههم لان هذه اون كريم هاي لك ها وطبيعي 100% طبيعيه مليح بلا بيمية ومليحه ها ومن بعدك نحطوها على عندك هكا باطا نخبيه. ولا نخبوها هكذايا تجي هكذا ها